مساء الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. هنا جهزت الاشياء. ايش يعني دخلنا ديسمبر؟ ايش يعني ديسمبر؟ ف اليوم يوم ميلادي 3 ديسمبر، وزي السنه اللي فاتت حبيت اعمل لنفسي كيكه كذا يعني واصورها معاكم. بصراحه مشتري القوالب هذه من شهور، فخلاص بما انه جاء يوم ميلادي قلت يلا خلوني اعمل بيها كيكه على شكل قلب ان شاء الله بس انها تزبط. فهنا حاطه شايفين الكريمه هذه قناش. ايش يعني قناش؟ قناش يعني شوكليت عادي قطع مع كريمه خفق نفس الكميه متساويه. فدوبوها كده في الميكرويف او على الحمام مائي ودخلوه الثلاجه، لما يبرد اخفقوه يكون يصير لكم كريمه مره لذيذه، ودائما يستعملوها محلات الحلويات. وهنا ايش عندي؟ عندي الكريمه البيضة. اول مره في الحياه اعمل كريمه الزبده السويسريه، تعملوا زي الميرانج وفيها بياض بيض، ويعني نفس حقة المحلات اللي يستعملوها محلات الكيك. فمستوعبين انه محلات الكيك يعملوا لكم كريمة مصنوعة من البياض البيض، ما فيها طبعا طعم ابدا، مطبوخ بياض البيض يكون مع السكر زي التيراميسو كده اذا فاكرين. هنا شايفين الورود كيف تجنن، الوانها مرة حلوة. هنا ورا في هيدرنجا بينكي، نفسي احطهم الاثنين جنب بعض بس ماني عارفة كيف. تعرفوا لما تكون لكم باقة منسقة خلاص ما تعرفوا كيف تفككوها. المهم يلا نبدأ. خلاص الساعة 2، نص ساعة ويأذن العصر إن شاء الله والشمس حتروح. ورجعت لكم كيف الكيكة، غلفتها بنفس الشوكولات اللي حشيته بيها وبردتها دوبني، حطيت هنا شوية أبيض عشان أخبي الفراغات. فان شاء الله بس انه تكفيني الكريمه، انا مو بس شايله هم الكريمه ما تكفي، فالله يستر. لانه تخيلوا قلت الكيكه مره صغيره خليني اعمل نص كميه الكريمه، وندمت ندمت ندمت. بس امس من كتر التعب اللي انا فيه كده احس نفسي يعني جسديا ونفسيا بصراحه منهكه. المهم فخلوني اكمل كيكتي وارجع لكم، حغطيها تغطيه كامله بعدين حعمل الديكوريشن عليها. لازم اعترف يا جماعة اصعب من اللي تصورته، اتسدد نفسي. تخيلوا عملت الكيكة، ايش ده الكريمة؟ يعني تعرفوا لما تشوفوهم يعملوها هيجي في بالكم انه مرة سهل. انا طبعا بتكلم على هذه الكريمة اللي كده، يعني يجي في بالكم انه بس تن 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 خلصت، فين اللي تن تن تن؟ بعدين هنا مدري ايش الراس ده اللي استعملته كده كرمش لي هي. المهم انه هذه هي الفينتج كيك حقتي. خلاص هاكلها وانبسط فيها، وكل سنة وأنا طيبة. وشكرا لوجودكم في حياتي حقيقي، يعني لطافتكم أحلى حاجة في الوجود. شوفوا هنا قال لك يعني أنا قاعدة أتدرب إيش أعمل قلوب مدري إيش. صعب صعب يا جماعة صعب، ما أدري إيش أقول لكم. طبعا اللي حيشوف من الجهة الثانية حيشوف أني قاعدة أعمل اختراعات. فيا جماعة والله مسدودة نفسي من الكيكة، إيش ده؟ كانوا واحدة بنت عمرها 5 سنين سوتها. مرة تضحك الكيكة. المهم خلاص حناكلها بالعافية. وليش رايكم أخبصها وأصورها تاني يوم بكرة؟ يعني قاعدة تسوي لي نفسي بصراحة إيش أسوي فيها. ممكن والله أخبصها، أمسح الكريمة كلها، وبكرة تاني يوم أبدأ من أول وجديد. بابا إيش رايك لارا حلوة؟ لارا جات مبهورة، ما أعرف كده حسيت الكيكة كيوت لما انبهرت. طيب يا جماعة بصراحة يعني انبهار لارا خلاني أبطل إني أنا أسويها مرة تانية. خلاص خلاص أحس الموضوع مرة حيصير صعب. إيش بهب؟ لا مو كيوت، قاعدة يعني حاليا بسلك لنفسي. المهم يعني من جد شكلها مو سيء. يلا غني هابي بيرثداي ماما. عمري أنا هابي بيرثداي ماما. تا تا تا. اوكي يلا يلا نقطع الكيكه يلا. طيب يا جماعه شوفوا تم القضاء من لارا وتاليا، هجموا بصراحه يعني. تاليا هجمت وما قدرت ابعدها. هابي بيرثداي ماما. نقطع الكيكه نشوف كيف شكلها من جوا. جيبي صحن جيبي صحن. لازم تجيب الحوادث. يلا تبي تروحي؟ وي بسم الله يلا باي باي. ليه كذا يا زمن؟ طب اوكي
ابغى ادوقها مره متحمسه ادوق. شوفوا كيف الكيكه. يا صباح الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا كويسين. امس بعد ما عملت الكيكه خلاص كده تعرفوا اللي اكتئبت زياده. ايش دي الكيكه الوحشه؟ حرفيا ابدا ما هي زي اللي تصورتها. كان ممكن اني اتفادى الوضع، يعني دائما انا اشوفهم يقعدوا يحاولوا ان هم يزبطوا في الكريمه، يشيلوها ويزبطوا مره ثانيه، ودائما اشوفهم يتدربوا، فانا ما شاء الله جايه كده بكل ثقه من اول مره ابغى اظبطها، طبعا ما راح تتظبط. ما اعرف كده لما تشوفوا الفيديوهات حقت الناس خلاص البروفيشنال اللي بيشتغلوا في الكيك تحسوا مره سهل كده هم بيعملوه بس بالكريمه، بس لا تحسوا حركه اليد تفرق. المهم حسيت انه من جد ما كان عندي وقت ان انا اقعد اشيل في الكريمه وارجع واعيد، الشمس بدات تروح. المهم فالحمد لله، لدرجه تخيل الين دحين انا قاعده افكر اني اسوي كيكه ثانيه واحاول اتدرب عليها اكثر، بس ما اعرف الكسل مانعني بصراحه. تاني حاجة الكيكة بصراحة مو مرة عجبتني، نفس الكيكة أنا أول مرة أجرب دي الطريقة، اللي هي تقعدوا تخفقوا البياض والصفار لما مرة ينفش معاكم، بعدين تحطوا الدقيق وتعملوا له فولدينج خفيف كده. أبدا ما حبيت الطريقة دي لأنه ما عندي صبر إني أحط الدقيق نقطة وأعمل فولدينج، نقطة وأعمل فولدينج، مرة مالي خلق عشان الهواء ما يخرج من البيض. الشيء اللذيذ كان أمس هو الكريمة بصراحة، مرة لذيذة ومظبوطة، بس إنها أحس يمكن شوية كانت، ما أعرف هما عادة يستعملوا دي الكريمة في دي الكيك، بس ما أعرف ليه بصراحة كان صعب التشكيل من جد، عشان أنا ماني متدربة. ممكن يا ريتني عملتها لون أبيض، كل شوية أقول يا ريتني خليتها لون أبيض، ما تفلسفت وحطيت اللون الفوشي الوحش، يعني حسيتها مرة كتكوتة لو سبتها زي ما هي بيضة. بس بصراحة رياكشن لارا قد إيش كانت مبسوطة بالكيكة، لدرجة تخيلوا حتى أنا قاعدة أتفرج على الصور، ماما هذه أحلى 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 كيكة سويتيها، أحلى أحلى مو أحلى كيكة سويتيها، أحلى كيكة في الحياة حتى. قلت لها يعني شكل ولا طعم؟ قالت لي كله كله، شكل وطعم وكله. قلت أوكي بالعافية. فشوفوا هذه الباقة الكتكوتة، مرة يعطيها العافية صاحبتي إيمان، طبعا صاحبتي إيمان اللي بتركبوا رموش ركبوا عندها، فنانة الرموش حقتنا، هذا هو حسابهم. فهذه الورود أبغى أحطها في الفازة لأنه إذا قعدت كده في الفلين راح تخرب. وتاني حاجة هذه الفازة بصراحة مرة كتكوتة، الفازة الورود اللي فيها مرة حلوة، بس شوفوا مرة تحسن تحسن. ترى هذه الوردة الهايدرينجا مرة حلوة بس ترى تنباع غالية، يعني يمكن هذه الحبة افتكر زمان ايام ما كنت اعمل كيك كانت تتباع الواحدة ب50 ريال، تخيلوا ترى مرة كتير على 50. تخيلوا في مرات كنت اخذها البيت كده يصير فيها، ما ينفع اعملها قبلها بيوم في نفس اليوم، في مرات اضرب فيها المكيف على طول تخرب، في مرات تخيلوا الكيكة تخرج من عندي كويسة توصل عند الناس الكيكة الوردة كده دبلانة، فبس مرة كده تحس اللي صعبة في التعامل معاها. شوفوا هذه احسها شوية نعنشت عن اول، فانا افتكر وقتها تعلمت حركة مرة حلوة انه اذا ذبل معاكم الورد والورد كان جديد اوكي ما مات، لا هو جديد بس ذبل. شوفوا فشوفوا هنا كيف عملت زي بالمقص كده قطعة، وطبعا اقطعوا كده بعدين اعملوا قطعة طولية، بعدين هتحطوه في كوب فيه له موية حارة، ركزوا معايا موية حارة لمدة دقيقة واحدة، بعد الدقيقة شيلوه من الموية الحارة حطوه في موية عادية درجة حرارة الغرفة باردة أي حاجة، وخلاص اتركوه في مكان بارد، الجو بارد حاليا، في الثلاجة ممكن، وإن شاء الله نسبة كبيرة إنها ترجع تنعنش، يعني هتاخد وقت معاكم ساعات بس ترجع أغلب الأوقات ترجع. فتخيلوا كنت أعمل هذه الحركة، هذه الوردة شوفوا بدأت تنعنش أكثر من البينكية، فحستنا عليها شويتين. أنا بصراحة كمان إني ما خلاني أسوي كيكة تانية إنه الوردة ذبلت علي، مرة زعلت عليها بصراحة تجنن. هذه مرة أحبها اسمها الوكس فلاور، كنت برضو أحطها في الكيك دايما. وفي كمان هذه البيبي روز، شوفوا البيبي روز زي الروز بس بيبي كده نقط، مرة جنن مرة أحبها. مشكلتها الوحيدة إنها برضو تذبل بسرعة، بس شوفوا ما شاء الله هذه لسه عايشة. تخيلوا عادة تاني يوم خلاص تلاقوها كده يعني كده الغصن حقها وذبلت. وهذه الروز بصراحة مو مرة أحب الروز، الروز أكتر وردة ما أحبها، يعني حسها كده مرة ما فيها شيء سبيشل. وهذه كمان مو مرة أحبها بصراحة لأنها دائما تجي رخيصة كده مرة ويحطوا لكم هي من غير حتى ما تطلبوا.
شوفوا هذه كيف تجنن، لونها مرة حلو، وهذه كمان حلوة، بس تحسوا كده اللي شايفين كيف بدأت تذبل برضو، أوراقها مرة خفيفة. فيعني هذا الأصفر يجنن، كمان كنت أستعمله أيام الكيك، حتى ده كنت أستعمله أيام الكيك والبيبي روز، الناس مرة يحبوه. فنجي هنا الباقة صاحبتي، فيها ده الأخضرات، نسيت اسمها. المهم في هذه الوردة، أنا مرة أحبها هذه الوردة، كنت جبت زيها لون أصفر، كنت جبت لون بينكي، وشوفوا برضو حتى دي تجنن، شوفوا كيف حلوين. فعشان كده خليني أحطها في الموية وإن شاء الله تحافظ عليها، حتى الحلو في دي ما تموت بسرعة طبعا من دون أي فلسفة، بس أحطها في الفازة وفي الموية. تاني حاجة قطعوا الأوراق اللي فيها، في مرة شفتهم يحطوا سكر ومدري، هذه الأشياء كلها بصراحة ما صرت أسويها خلاص، إذا غيرتوا الموية بشكل يومي ما رح تخرب إن شاء الله عليكم. وطبعا إذا خليتوها في الحر حتموت على طول، لأنه الورد ما يحب الحر. يا اهلا وسهلا، شوفوا الجمال، يعني احس نفسيتي الحمد لله اتحسنت حقيقي، كنت شفت الورود ما اعرف، عارفين يعني السنه اللي فاتت كده كنت لما احس نفسي زعلانه اقوم اروح واشتري ورده، نسيت هذه السنه اني اسوي ده الشيء بصراحه. اليوم مع الورود احس الحمد لله اشتا مرة حلوة ما شاء الله. فيبان ان شاء الله ارجع لدي العادة انه كل شهر كل كم اسبوع اروح واشتري ورد. شوفوا هنا الوردة اللي صاحبتي جابت لي، كيف حطيتها في الفازة لدويرة، الفازة الدويرة كيف تحسوها تحلي الأشياء حرفيا. وهذا الجمال، الفازة ما شاء الله. لا تعرفوا أنا دحين حكلم ربا أقول لها لو إنه راحت محل الفينتج تشتري لي الفازة الثانية، ما شاء الله مرة حلوة مرة جنن. فشوفوا كيف صارت ثلاثة فازات ورود بدل اثنين، بس بفكر اليوم أخرج أودي البنات يلعبوا. شوفوها من آثار الورود إنه أنا تحمست لأول مرة من شهور إني أخرج البنات يلعبوا، ترى نحن دائما نخرجهم يلعبوا بس ما تجيني يعني كيف أقول لكم الطاقة إنه يلا دحين خليني أخرج البنات يلعبوا زي كذا لحالنا أنا وهم بس في المول. دائما استكسل الموضوع لين ما عبد الرحمن يرجع من الدوام، ولما يرجع وقتها نروح كلنا. في مرات كمان نص المرات تقريبا أقول له أنت روح لعبهم، أنا بقعد في البيت أرويك شويتين، شوية مي تايم لنفسي. يعني تحسوا كده في الإجازة يناموا متأخر، أنا خلاص مهلوكة معاهم، ما في وقت لنفسي إني أسوي حاجة لنفسي. فالحمد لله رجعنا للروتين وكل هذه الأشياء. يلا باي. شوفوا يا جماعة أخيرا اسمه بلوم، لقيت عندهم عطر بيبي، بعدين أشممكم هو. المهم أخيرا أخذته. وشوفوا جينا هنا فلاينج تايجر، عاملين شوية تخفيضات كذا، شكلها حقت نهاية السنة. وهذا قد إيش كتكوت، هذا نفس اللي يمسح بيه اللي نمسح بيه دواليب المطبخ، مايكرو فايبر، بس انه مرة كيوت، هاخده ب 15 ريال. شوفوا هذا الجسم كله تخفيض، هذه مرة حلوة دحين وقت البحر ولا كذا كشتات. ويس ما اخذته اول، هاخده دحين، شوفوا 5 ريال صار. شوفوا هذا مرة يجنن ب 10 ريال، اتوقع هاخده كذا نحطه زينة اذا بعمل حاجة فيه فراولة. شوفوا في بلانرز واشياء زي كذا، بصراحة رجعت استعمل البلانر حقي احسه مرفات. شوفوا ايش ها لارا ايش تبي؟ لارا يعني هنا تحب ذا المكان مرة، ايش عجبك؟ شوف هنا في مساحات، اقلام، الوان، هناك في الوان اكثر. شوفوا هذا زي حق لارا صار مرة رخيص ب 20 ريال، يبلاش ارخص من شيء يعني يا جماعة. المنطقة كلها تخفيض، هذه الهوكس رائعة. كيوت اكياس زي حقت ايكيا اللي تستعملوها مره واحده يعني كيوت. هذه المنطقه حلوه يعني، شوفوا كلها كده مراكن، احب المراكن بصراحه، فشكلي حاشتري مركن. شوف هذه النقطه اللي في صباعي دم، دم محبوس. المهم شوفوا اشياء مره كتكون اليد. تخيلوا هذا دار اول جاها في الروضه المس ادتها هو هديه. المهم مرة انبسطت عليه، سوت أساور لنفسها ولتاليا، مرة حلو ترى، في مع الخيوط وتشتري زيادة. شوفوا ده كيف يجنن، مرة حلو. شوفوا يا جماعة مرة كيوت، أخذها الألعاب لاري وتاليا. شوفوا حقت البيوتي بلندر، أشوف توتو تشيز، وريني إيش ده، مرة حلو، تحط عينها وتشوف في ستارز وكذا. شوفوا أشياء هنا مرة حلوة، لمبات للحوش تخيلتها تجنن، بس أحسها تتخرب مدري.
شوفوا هذه أشياء تجنن، كأنه مطبخ كذا، ستوف، لعبة، هنا كيكة. شوفوا 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 الكياتة، جنن، مرة حلو. شوفوا هذا يعني كأنه على شكل مطبخ بأقل التكاليف. صراحة فكرته حلوة، إذا مو حابين تدفعوا فلوس كثيرة، سعر 80 ريال. المطابخ يعني 400 وفوق. الأشياء تجنن، اللون البينكي كده على طول يجذبني. توتو ايش تبي؟ شوف التوتو واقفة تبى كيس. توتو مبسوطة؟ يلا تعالي يلا. شوفوا يا جماعة هذه بنت أمها على الميك اب على طول. صابت كل المحل، دايما جري على الميك اب. يا حلو حلو الميك اب، تبي هذا افكه؟ شمر الاحلام حق توتو. هذا ايش هذا؟ ايش لقيتي؟ شوفوا لقيت مناديل معطره، لا تبغى كذا لللانش بوكس، اطلع واحد فحاخذ هذا، في 40 حبه. وفي ده حق الشنطه، بس يجي في القرطاس اكثر من واحد، بس هذا عجبني. واحد واحد واحد. طيب شوفوا بس اوريكم محل عنده واحد من ألذ الدونات اللي ممكن تدوقوها، اسمه متكتك. يا جماعه الدونات اللي بالجبنه خطيره. لارا شافت موفي سينما، وفي موفي سينما كل بدايه شهر زي ما قلت لكم اول ينزل المانجا حقتها اللي هي مره تحبها، فشوفوا اخذوا المانجا وجابوا. ايش لارا ايش لقيتي؟ واو هذه المانجا الجديدة، هذا مانجا. طيب شوفوا يا جماعة اللزازة، دوقي يلا، مرة حار، محشية بالجبنة. طيب يا جماعة شوفوا بصراحة اليوم يعني شوفوا كيف تحسوا شوية قاسي عكس دايما، شوفوا كيف الشوكة ما تدخل، مرة مقرمش من برا بس شوية قاسي، يعني عادة أفضل من كده بصراحة. يا ربي شوفوا تاليا إيش دا، نسيت ألبسها المريلة. يا جماعة شوكة توتو إيش دا، إن شاء الله بس ما تكون أكلتها. فين راحت توتو؟ أكلتي الشوكة أنتي؟ اوكي حكيكي. يلا كله بتنادي اختها. دخلت امبلي بيز وقالت لي لازم ترافقي معاهم، حقعدين زي الشاطرين. بس شوفوا حلو فاضي عشان يوم اثنين وسط اسبوع، مره مبسوطين. انا جيت هنا على اساس انه مي تايم واقعد ادور في السوق بهدوء، بس يعني اضطريت ادخل معاهم. تعرف المستفز في الموضوع انه حتى المرافق يدفع فلوس على الصف، وما في كرسي. شوف فين قاعده، فوق مسرح الاطفال. يا صباح الخير، توتو عامله رسمات في يدها. ايش هذا؟ ليت ات جو. هذا اللي تتكو، لو سمحت سويت فستان إلسا، هي شكلها في يدها. أشوف يدك الثانية، شوف هكا. واو هكا مرة حلو. وتيتي جيعانة بعمل لها الفطور. نيجي هنا يا جماعة، شايفين كمية صفار البيض؟ لأنه قبل كم يوم لما عملت الكريمة حقت الكيكة، فتخيلوا بس استعملت البياض، فالصفار كله كده حطيته في علبة. وتخيلوا في البداية نسيت افصل الصفار عن البياض، بعدين استوعبت قلت انا ليه ما فصلته، قلت خلاص تتلخبط مع بعض، فرجعت من اول وجديد وفصلت. شوفوا كم بيضه، مره كثير، حاعملها دحين، خايفه انها تخمش خلاص عدى عليها كم يوم، بس ابغى احط لها شويه كريمه لاني مو مره احب الصفار بصراحه، هذا يخفي طعم الصفار شويه. وخلاص هعمل سندوتشات، يصير حتى لارا ان شاء الله دحين ترجع من الروضه بعد ساعتين كذا يصير تفطر عليه. ممكن كمان لو بس عندكم صفار تعملوا كاسترد. الكاسترد طريقته مره سهله، وتستفيدوا منه مثلا تقعدوا تحشوا فيه حاجه، يعني اشتروا مثلا كرسون جاهز احشوه بالكاسترد، حطوا له كده لوز من فوق يصير كرسون لوز بالكاسترد، يعني
ممكن تعمل زي البريوش اللي فوقه كاسترد برضو إذا عرفتوه، طلع ترند فترة. فتوته حاليا مرة جيعانة بالعافية، نفطر أنا وهي نكمل يومنا. أوريكم إيش اشتريت أمس من السوق. يمي تيتي بالعافية، شوف حطيت لها بيض الحال وبيض الساندويتش. طيب شوفوا أبديت للورود، فشايفين هذه الوردة ما شاء الله مرة نعنشت، شوفوا مرة حلوة. وهذه ماتت، إيش في؟ أتوقع كأنه الجذع حقها كان شوية طالع على فوق، ما يعني مغطس في الموية. المهم بس انه من هنا شكلها حلو، فجبت هذه قدام كده وخليت هذه كوايا. يا اهلا وسهلا. طيب خلوني اوريكم ايش اخذت امس. فشوفوا هذا هو البراند اسمه بلوم. لما اخر مره سافرنا بريطانيا فوقتها شفته عند هالشومي ولد اخويا، رشيته على البنات كده ريحه بيبي، ريحه مسك على بيبي، مره الريحه جنن. اصلا قالت لي هذا البست سيلر عندهم. هذا هو لونه بينكي بالقطن، شوفوا. بس شوفوا مرة يجنن كده، حبيته للبنات. ايش كمان اشتريت؟ شوفوا هذا عطور شجاع، دايما اشوف عليها مدح، صحباتي يمدحوها. انا زي ما قلت لكم زمان اذا فاكرين، ما اشتري العطر من غير ما اشمه، مستحيل مستحيل احد كده يمدح العطر يقول لي روح اشتري، ما اشتري. بس اذا شميته على صحباتي وزي كده اتحمس واقول لهم ايش واروح اشتري. فصحبتي اللي نقلت الرياض اخر مرتين قبل ما تنقل، لما شفتها كانت حاطه من ده العطر، ريحته تجنن كده، ما اعرف عليها كده كان مره حلو. فبس والله اسمه هذا هو العطر، اسمه الدرعيه. سمعتهم كمان بيمدحوا انواع مره كثيره منهم، بس انه اخذت زي حق صاحبتي بما انه هو اللي جربته. الحمد لله ما هو من العطور اللي مره قويه زي ما قلت لكم اول، زي قصه مثلا ياثر على جيوب الانفيه، هذا ابدا لا. طيب فهذا اخر حاجه اخذتها، عطر ديلينا، شكله نفس هذا اللي في الصوره، شايفين كيف؟ هذا عطر الشعر برضه نفس الشيء، شميته على صاحبتي وقالت لي ان هو هذا ديلينا. فصاحبتي وقتها كانت بتمدح وبتقول لي ترى انا عندي عطر الشعر وعندي العادي، خذي عطر الشعر واذا حسيتي يناسبك وزي كذا خذي العطر العادي. حبيت الفكره، عطر الشعر مره رخيص، سعره من جد مرة حلو، أخذته من موقع بلومين ديلز. بس هي دي الثلاثة عطور اللي أخذتها آخر حاجة. تعالوا نشوف إيش أخذت من فلاينج تايجر. شوف أخذت هذا القصير اللي قلت لكم عليه، مرة كيوت، كان سعره 5 ريال، مرة حلو كده عليه نقوشات أغلف بيه ساندويتش أو أي حاجة. كمان أخذت هذه المناشف، شوفوا كيف تجنن، المايكروفايبر. فحرفياً صار عندي مرة كتير كمان مع نفس اللي من شي أن أخذته، شوفوا. فخلاص الرمادي للحمامات الله يكرمكم، هذه للمطابخ، وعندي كمان الملونة طبعا. هذه المناديل مرة حلوة، قلت لكم ابغى احطها للارا في اللانش بوكس. هذه من المحل الكوري، المحلات الكورية واليابانية والصينية هذه الاشياء. اخر حاجة اخذت هذا، بصراحة مرة يجنن، لونه كده حلو كأنه سيراميكي، فبس بقي احط فيه من البوتس اللي موجودة عندي، عندي مرة كتير يعني. شوفوا زي ذاك المركن اللي ورا، يجنن مرة حلو، نتفة اصغر من الاخضر ده اللي اشتريته. فبس والله هي دي كامل الاشياء اللي اخذتها، ابدا ما كترت طبعا. اصلا خلاص يعني دهن شويتين السوق وطلعت معاهم على العاب، بعدها تعشينا خلاص رجعنا البيت على الوقت، يعني اتأخرنا حتى شويتين في نومهم وزي كده. بصراحة الحين قاعدة افكر اني يعني اعمل زي الابل تارت، فطيرة تفاح بس مو زي فطيرة التفاح العادية، لا كده شكلها اللي يجي مقربة كده، عارفين تحطوا كده زي العجينة بعدين تطبقوها من الاطراف، خلاص هو ده، حاجة زي كده. فليها اسم غير الابل تارت، مرة تحمست اسويها، بدأت انها مرة سهلة. او انه حسوي حاجة تانية اسمها ابل كابلر، اللي هو تقطعوا الابل كده تحطوه في صينية وبعدين فوقه زي الخليط الكيك، ويصير كده مقرمش في الفرن مع ايس كريم تاكلوه كده، مرة شكله شهاني، بفكر اسويه دحين.